شوف بالك مريت بصوالح بتاع الناس يهضروا فيك حتى لو كان في شرفك ولا نقدر انا الناس بالك اللي اذتني حتى في الشرف تاعي نقدر نسامح، لكن الناس تكون داير معاهم نيه كبيره وتاكل من عندهم ترقد معاهم تلبس معاهم كلش معاهم تتقاسم معاهم تقدر تقول حياتك، بعد تلقى روحك مرت يعني ماشي كنت ناكل برك كنت ناكل من عندهم هادو الناس، مرات درت كامل التحاليل خرج مكان والو، يعني خرج مكان والو بليزيوغ فوا، رقيت درت المستحيل يعني قبل العمره كنت ديجا حكيت في العمره قبل العمره حكيت في لي لايف كنت نحكي عبر موقع تيك توك باللي زعما المعاناه اللي راني نعانيها وكاع كانوا يقولوا لي زعما الراقي اللي تروحي له وبعدها زعما الحمد لله كانت برك بدايه في سرطان الدم، درت العلاج الكيميائي يعني درت العلاج وسوفريت وخدمت شو الحاجه اللي ضرتني يعني كانوا كاين مقربين في الميدان اللي على بالهم، حاجه اللي وجعتني اني كنت مريضه في رمضان يعني داك نقول لك في مسلسل حاره الشهداء يعني خدمتها مع التلفزيون كنت مريضه قبل وتعالجت وكانت عندي واحد الهستيريا واحد الاكتئاب ما على باليش بالك من الجلسات اللي كنت سوفريت بزاف ونضريت وما قدرتش نحكي وما من الناس اللي ما نحبش زعما نطيح بروحي ولا نقول الناس يعاونوني رغم انه في العلاج لازم تحتاج دعم معنوي ودعم مادي وتحتاج خاصه المعنوي. حبس انت فاطمه انه ما لقيتيش دعم معنوي ما لقيتش خاصه في الدومين تاعي ما لقيتش، ورغم اني اللي كنت نمر بهذيك المرحله كنت بالك واحد المره اصبت تقدر تقول بواحد الهستيريا تاع اكتئاب تاع مانيش عارفه كيفاش صرالي باسكو في مراحل العلاج علاش نقول ديما الناس اللي هي تتعالج كان ربي يكون معاهم كامل والله يشافيهم، اصبت واحد الهستيريا كانت معايا الفنانه فاتحه وراد وبقيت غير نحكي بصح ما حكيتش على المرض تاعي بقيت غير نحكي زعما على اساس باش نخرج، حتى هي تشوكات ما على بالهاش بتقول لي زعما جامي شتك كيما هاك وكاع بقيت نحكي برك